إذا قاعدين عم تحضروني وعم تسألوا حالكم هيدا أي مطلع بتصح من الجريب، صدقوني أنا قاعدة هون عم بسأل حالي نفس السؤال. مرحبا، معكم ريبيكا. الفيديو اليوم هو عبارة عن first impression، أول مرة بفتح كل شيء products من Flower Beauty بستعمل على وجهي، وكمان رح أعطيكم check-ins كل كم ساعة كيف هيدول البرودكت اللي استعملتهم ضاين على وجهي. فإذا بهمكم هذا الموضوع خليكم عم تحضر هذا الفيديو، بس قبل ما تنسوا أول شيء تعملوا لايك للفيديو، لأنه بس تعملوا لايك بتقولوا لي إنه هالفكرة عجبتكم بالمستقبل حابين نشوفها أكثر منها. أكيد اعملوا سبسكرايب للقناة تبعي، وتحت كلمة سبسكرايب في جرس دو جرس دايما يوصلكم معلومات أي متى أنا عم طلع فيديو جديد. أكيد روحوا اعملوا فولو على انستغرام على تويتر، سبيشلي انستغرام، لأنه من بعد ما يطلع هذا الفيديو وأنا بهالوقت كنت عم بستعمل هالبرودكتس بعطيكم أبديت شو القصص اللي صرت عم حبها أكثر، شو القصص اللي ما بقى كثير عم تعجبني، وبلس أنا بجاوب على كل العالم على الدي ام، سو فيكم تسألوا اللي بدكم اياه وتكونوا أكيدين إنه أنا رح جاوبكم. وهلا خليني أفرجيكم كيف عملت هيدا الميك اب، شو البرودكت اللي استعملتهم، شو كان انطباعي الأول أنا عم بستعملهم. اللي معي اليوم بهذا الكيس هو اي فول فيس من فلاور بيوتي. للي ما بيعرف، فلاور بيوتي هي براند ميك اب امريكانيه عملتها الممثله اللي اسمها درو باريمور، يلي كانت تمثل بتشارليز انجل. هلا كل شيء رح بتشوفوه هن قصص انا ربحتهم بجيف اوي ما عدا غرضين، يلي هن الفاونديشن والكنسيلر تبعهم يلي كانوا ناقصين تحت اقعد قدامكم اعمل اي فول فيس. وقطعت لعندهم على الستاند واشتريتهم، على فكره كله بعده مختوم. بس بقيه القصص الثانيه هن قصص انا ربحتهم بالجيف اوي، اكيد رح نكون هلا عم نفتحهم حتى استعملهم قدامكم لاول مره على الكاميرا. رح بلش اول شيء نستعمل فلاور بيوتي illuminating برايمر. تقدر اختبر هذا البرايمر وحط فوق الفاونديشن. رح كون عم بستعمل على نص وجهي بس من هذا البرايمر، نص التاني ما رح كون عم حط ابدا شيء. اللي عملته انا على وجهي هو ماي نورمال سكين كير. اجين هذا البرايمر مثله مثل كل القصص الموجودين بالكيس هن بعده مختومين، سو اي didn't use it yet. تحت اقدر استعمله لاول مره قدامكم، سو رح كون عم باخذ جاس هالقد من هذا البرايمر ووزعه على نص وجهي. سو هيدي هي الميلة اللي رح يكون في عليها برايمرز، هيدي الميلة اللي ما رح يكون في عليها ولا أي شيء. سو رح احط لهيدا البرايمر على هيدا النص بس، أكيد بدي أمرغه على وجهي وتقريبا انطر عليه شي دقيقتين ثلاثة تحت يثبت، تحت ارجع انتقل لستاب الفاونديشن دغري فوقه. As first impression عن ال illuminating primer فيكم تشوفوا انه this part of my face عم بيضوي اكثر من هيدي الميلة. هلا للي ما بيعرف انا عندي oily combination skin، يعني تيزون تبعي بتزيد بس بقيت وجهي normal. و probably هيدا ال illuminating primer بالصيفية ما كان فيه استعمله، بس هلا احنا خريف ما بقى في شوب ولا في عرق على الوجه مثل ما بيكون بالصيفية، so I can put it off. وهلا رح كون عم بفتح الفاونديشن يلي اجان بعده مختوم. الفاونديشن اسمه لايت لوجن لومينس ميك اب نيوت سكين فيل. الشيء اللي انا عم بستعمله اسمه سوفت ساند ام 2 يلي بيجي شكله هيك. وعلى فكره الباكجينج تبع فلاور بيوتي سوبر حلو، بس شيلوا الطبقة عنه. هيدا بيجي الفاونديشن له بوند which I love. القنينة هي ازاز، وعلى فكرة كاتبين انه هيدا في SPF 18 اوريدي، انا حاطة SPF قبل ما بلش الميك اب تبعي، سو رح كون عم باخذ منه just one pump تحت اختبره. نص وجهي رح كون عم بستعمل اي براش، نص التاني رح كون عم بستعمل اي سبونج. سو رح بلش اول شيء انه وزع على هيدا الفاونديشن على وجهي like I normally do. اوكي probably بدي another pump. اوكي سو رجعت زدت عم كمل توزيعه على كل وجه. هلا رح انتقل انه ميلة البرايمر استعمل معه على البراش حتى اشوف كيف تكون الفينش تبعه، وتاني ميلة I'm gonna be using sponge اللي انا normally بستعملها. هلا I know انه فلاور بيوتي عندهم براشز، بس صدقوني ما انتبهت وقت قطعت جبت الفاونديشن والكنسيلر انه جيب سبونج او البراش اللي هن عندهم اياها. So كأول impression الكفرج تبعه هو low medium، يعني اول الميديوم منه high coverage، بس اذا بتعرفوني بتعرفوا انه انا I love medium coverage. هلا بالبرش توزع بطريقه كتير حلوه، رح اخذ اللي تفضل على ايدي بسبونج اللي انا كتير بحبه، اخذ اللافت اوفرز وبدي بلش طبطبها لهيدي سبونج. وزع الفاونديشن على كل وجهي، اكيد ميلة البرش الكفرج تبعه احسن بكتير من تاني ميلة، سو رح انتقل انه ارجع زيد شوي منه just because السبونج اخذت شوي من الكفرج تبعه، وارجع اعمله بلندنج بالبرش. هذا بما انه هو medium coverage
فضل انه اول شيء بلش انه وضعه بالبرش اللي انا بحبه اكيد بنوصله. بليز على دينينكم وعلى رقبتكم حتى يكون وشكم متناسق. بليز هدول الستابس ما تنسون. رح ارجع اخذ السبونج يلي اوريدي انا استعملته وطبطبها على كل وجهي حتى اشيل اذا في مطرح برودكت اكثر من مطرح ثاني. وبلس بحب هيدا السبونج لانه بتعطي اي بيوتيفول فينيش لماي فاونديشن وقت احطه على وجهي. So هيدا الفاونديشن is a glowy foundation, a dewy one. أنا ما عندي مشكلة بالموضوع, بالعكس بحب هيك أنواع فاونديشن لأنه بحس إنه it does give me a healthy glow. هلأ رح ننتقل للكونسيلر. الشيد يلي أنا معي هو الميديوم هاني رقمه M34. ما فكرة الباكجينج it's very sealed. عفكرة الفونديشن والكونسيلر سامع عنهم قصص بتاعت, so I'm very excited that I'm finally sitting down وعم جربهم قدامكم. Okay, again beautiful packaging, super حلو. الروز جولد اللي هون رائع, رح كون عم باخد منه شوي. Okay, وعفكرة رح احط كمان من الكونسيلر هون لانه بحب هيدا الستاب بضوي لعيوني شوي اكتر. Again انا الكونسيلر ما رح اعمله بلندينج بالسبونج. اول شي بحب استعمل معه برش يلي هي من جيسب اسمها 142 كونسيلر بافر. بحب استعملها لانه بتوزع لي الكونسيلر بطريقة كتير حلوة. Yes, and so far الكفرج تبعه حلو. برجع بياخد السبونج طبطبه وعن جد ككفرج كيف ضويله تحت عيوني كاتبين عنه انه اسمه لايت الوجن فول كفرج كونسيلر. يس الكفرج تبعه منه قليل ابدا, بالعكس عن جد خبالي. للي ما بيعرف I'm 31 so I have wrinkles, I have dark under eyes لان انا بشتغل بالليل, and so far على المونيتور وعلى المرايه كتير حابه اللي انا شايفته. هلا انتبهت انه بالكيس وقت ربحت الجيفاوي كان في هيدا الشيت ماسك يلي كومبليتلي نسيت انه استعمله, بس من بعد ما حطينا برايمر فاونديشن اند كونسيلر اتس اوريدي تو ليت. رح كون هلا عم ننتقل للبور بيرفكت ستيك فاونديشن. اوكي ذس وان هيدا ان شيد موكا رقمه 50, سو هيدا از فيري دارك فور مي بس في استعمله از ماي كونتور. سو رح كون عم حطه ذس واي اوكي هون لان انا بحب هيدي الستاب لانه بتسحب العين واكيد على اطوار وجهي وعلى خط دقني حتى اعطي هيك شارب لوكينج. وصراحه بحب هيدا اللوك اكثر. I look more put together. عن جد I'm so bad. هون كنت فاكره انه هيدي سبونج طلعت a pore primer which I really wish لو انتبهت انه اقرا لانه كنت حطيتها مطرح ما عندي بورز, بس انه بلا ما اكون حاطه اي بور فيلينج برايمر البورز تبعي ما انا مبينين ظاهرين بهذا الفاونديشن. سو اتس ريلي جود اذا عندكم بورز لانه بلا ما صبته بالباودر اتس لوكينج ريلي جود. سو هلا هاخد السبونج اللي انا كثير بحبها بلش اعمل بلندينج لهيدا الستيك فاونديشن اللي عم استعمله از ماي كونتور, اند اتس بلندينج بطريقه كثير حلوه و super easily يعني ما نوع بيعذبني أبدا. بنشوف هلا the side of my nose. Yeah it's really good. وعم يندمج عن جد super بطريقة هينة. عن جد هيك كنت كتير محمس انه اقعد وصور انا عم استعمل هول برودكتس. في كتير قصص ما قريت عنها يعني. هلا قبل ما افتح كل باكج رح كون عم بقرا شو هو لانه اي ويش انتبهت استعمل هيدا الستيك يلي هو البورفيلينج, بس من دون ما استعمله my face so far is looking really really good. هلا رح كون عم ثابت كل شيء عملته بباودر. اللي رح كون عم بستعملها هي الفلاور بيوتي ميريكل مات يونيفرسال فينيشينج باودر. هلا انا كان في جيب باودر ان ماي شيد بس سنس كنت عارفه انه انا بالجيف اواي ربحت باودر قلت رح كون عم بعمل تثبيت لوجهي بهيدا الباودر لحالها وبعدين رح صور حالي بالفلاش تحت اشوف اذا هيدا الباودر سنس هي بيضاء اذا بتعمل فلاش باك ولا لا. سو رح كون عم باخذ شوي من هيدا الباودر شيل زيادة ارجع اخد اصبعي واتأكد انه الكنسيلر ابدا منه عامل كريسينج
اوكي هيدي ستيب كثير مهمة تعملوها دائما وقت بتكون سابتوا الكونسيلر، لانه حتى if you're younger وما عندكم fine lines الكونسيلر will set شوي، سو هيك بترجعوا بتعملوا له دمج باصبعكم بحالة اصبعكم ودغري تنتقلوا للباودر and you set the concealer. سو انا بس ثبت تحت عيوني بالوايت باودر، بس سينس لونها ابيض بهمني نشوف اذا بتعمل فلاش باك او لا او اتصور بفلاش لايت. سو اخذت تليفوني ذا واي الفلاش رح ياخذ صوره. اوكي اند ليتس سي. اوكي هيدي هي مع زوم ان. اوكي اي دونت نو اف يو كان تيل في شويه فلاش باك وقت تستعمل هيدي الباودر، بس انه نوت ماتش which is really good. هلا سينس انا ما معي باودر تانية انا نيد تو سيت ماي فيس اجين، لانه انا مولتي كومبينيشن سكن، سو سيتينج ماي فيس ماي فاونديشن وذ باودر هي ستيب اساسي. رح كمان باخذ ذا سيم باودر ان اي كابوكي براش، نفذ لزياده وبلش ثبت فيها ماي هول فيس سبيشلي يعني ماي تي زون. هلا رح كون عم انتقل لهيدا الباليت يلي فيها بلاش برونزر وهايلايتر. هيدا الباليت اسمها Lift and Sculpt Contouring Palette Medium to Deep اللي أنا طلعت لي بالgiveaway. اوكي هيدي سامع عنا قصص بتعقد on YouTube so I cannot wait to use it. رح بلش أول شي استعمل البرونزر يلي إجا فيها، بلش أعمل برونزينج على my whole face. It's really good. فيكن تشوفوا انه هيدا البرونزر عم بيزيد دفع على وجهي already على المونيتور تبع الكاميرا. I can see it على المراية. I can obviously see it. من بعد ما خلصت من البرونزر قبل ما استعمل البلاش اللي اجا بهيدا الباليت رح انتقل للسنجل بلاش اللي ربحته كمان بالجيف اواي. هيدا البلاش اسمه Flower Pots Powder Blush. الشيد يلي انا عندي اياه هو اسمه الشيد Warm Hibiscus BB4. بشرفكم ليكو الباترن قدي حلوة تبع هيدا البلاش. اوكي في بقلبه مثل شوية شيمر so it's gonna be a luminous blush which I love. رح باخد معه البلاش براش تبعي بشيل زيادة I smile بحطه شوي اعلى من تفاحة خدي and I start blending وباللي مفضل بقربه لقدام. عن جد it's really pretty. رح كون عم زيد منه شوي لأنه luminous blush is my thing so I love using it a lot. كتير حلو so far. هلا رح ياخد البلاش اللي اجا بالباليت اخد منه شوي ورح بلش انه اقربه شوي قد ما فيي على تفاحة خدي. كمان كتير حلو. هلا كان لازم بلش بالبلاش الخفيف يلي بالباليت وبعدين انتقل للسنجل وان، بس صراحة ما كنت عارفة انه هيديك is gonna be that intense. So far as foundation, concealer, bronzer و blush I'm really loving the healthy glow. هلا رح كون عم باخد my favorite highlighter brush مع هيدا الهايلايتر اللي هون بالباليت and يلا خلينا نشوف. Wow that's a highlighter. عن جد قادرين تشوفوا it's really really intense. يعني مش بحاجة انه انا غط my brush another time تحت احسن على قد intensity. It's really 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 popping. Since انا بعد ما علمت حواجبي و I love this step قبل رح كون عم باخد من نفس الهايلايتر على ريشة كتير صغيرة وعلم فيه مش علم فيه ضوي فيه عظمة حاجبي. عن جد this highlighter is really intense. You need the tiniest bit وعم بحطه على مدمع عيني فرد مرة على شفافة حتى بين كأنه شفافة هني شاقلين لبرا أكتر. راس من خاري and this part since already استعملت كل شيء لازم استعمل للوجه رح انتقل هلا ل Flower Beauty Seal the Deal Matte Setting Spray. اوكي usually أنا بخد setting spray ما بعرف إذا هيدي لازم خدها أو لا بس anyway ورح بعتها شوي على الوجه. اوكي سبراير كتير نعمة مقربة and I can smell a beautiful smell. ورجع انتقل دغري انه with my sponge طبطب على كل وجهي حتى هيك كل شيء يكون melted like skin على وجهي and so far على المراية I'm loving
what I see. رح ننتقل هلا للعيون. رح بلش اول شيء بحواجبي استعمل فروم فلاور بيوتي ايبرو بنسل شيب اللي انا معي هو دارك برنت. هلا يجي انا بستعمل ميديوم براون بس ليتس سي. ما رح كون عم بستعمل ولا اي شيء على وجهي غير هول البرودكتس. ما رح كون عم بعمل ريفرشينج لماي ميك اب, ما رح كون عم بعمل شيء لانه اي وانا سي هاو ذيس برودكتس وير وباي طريقه بيشتغلوا لحالهم. سو هيدا القلم في من ميلي السبول اللي مشت فيه وجبنا. من الميلة التانية we have the product يلي هو بيجي الشيب تبعه هيك. So فينا نرسم فيه وجبنا بطريقة أدق من ما لو بيكون teardrop shape. رح بلش أول شيء إنه مشت حواجب طلوع as a spoolie منا عاطلة, so it's a standard spoolie. هاخد هلا الميلة يلي فيها القلم. اوكي سوري انا عم تذكر الطبقه ارجع عليه نزعته شوي للقلم باوله بس ذاتس اوكي. سو شوي اللون غامق بس we're gonna try to pull it off. برسم شوي برجع بمشط اجل لانه اللون هيدا شوي غامق علي. ما بدي اكون عم بعمل هارش ايبروز, بدي هون انه اقدر احطهم واطلع فيهم in real life بلا ما احسهم انه شوي سائلين. بس انه it's really creamy وبيرسم الحواجب بطريقة كتير هينة. again بعبي شوي فراغ برجع بمشيت to blend it بطريقة حلوة. ما رح كون عم ثبت حواجبي ب eyebrow mascara مثل ما انا usually بعمل. رح اتركها هيدا لانه بدي اشوف ال final look how it looks. again شوي غامق علي, يمكن لو لون افتح كان طلع احلى بس انه it's okay. هيدا هو الموجود كان معي بالباك, so that's the one that I'm gonna be using for today. رح انتقل هلا لهيدي الاي شادو باليت. اجان بعدها مختومه رح كون عم بفتحها على هيدي الميله. مطرح ما حطيت الاليمينيتنج برايمر حطيت كمان ماي فيفورت اي شادو برايمر. على هيدي الميله ما رح كون عم حط شيء لانه بدي اشوف كمان ذيس اي شادوز كيف بيشتغلوا لحالهم اذا بيضاينوا بلا ما نحط لهم برايمر وكل هول القصص. سو بس فتحت للباليت كان في بقلبها اي براش. اجان انا معي البراشز اللي انا بحب استعملهم حدي بس ام غانا تراي تو دو ذا ميك اب بهيدي البراش. بليز وقت يكون في اي شادو باليت فيها براش جديده جست طهروا عندكم بالكحول لانه اتس باتر. رح كون باخذ هيدي البراش. اجان هيدي العين عليها برايمر, هيدي العين ما عليها برايمر. رح بلش بهيدا الشيد نمبر 4 1 2 3 نمبر 4. ياخذ منها لهيدي البراش شوي بهذا اللون. اوكي رح بلش بالميله اللي ما فيها برايمر ابدا and you can see the color. رح فرجيكم هلا على تاني ميله اللي اوريدي حاطه برايمر حتى نشوف اذا هيدا اللون بيطلع شوي more intense. No, the same صراحة, which is really good. رح كون هلا عم باخذ هيدا اللون قبل واحد قبل اخر واحد ب the same brush اللي اجت بالباليت. رح كون عم بشتغل على هيدا العين قدامكم بس so far عن جد without using an eyeshadow primer like the intense it's really showing. على فكرة هدول الباليت في عندهم 2 tones عنا بلبنان. أنا بعرف إنه على يوتيوب شايفة أكتر منهم بس نحنا في عنا this one ووحدة more على pink and purples. So اللي طلعت لي أنا بالgiveaway هي the more neutral one. يعني لو أنا مني قايلت لكم أنا هاي الميلة حاطة eyeshadow primer هيدي الميلة لا صراحة no one can tell إنه one side is more intense than the other. و so far it's really good. هلا رح كون بعد عم غمق شوي الكسرة العين تبعي اخد اخر لون بالباليت اللي هو هيدا. again شوي اوطى من ما حطيت اول تاني لون. بجرب اعملها blending بالفي شيب تبعي and you can see عن جد without using an eyeshadow primer الوان عن جد عم يكونوا super intense and they are very easy to blend. by the way بدي خبركم شي عن هول الاي شادوز انه عم بستعمل الوان غامقه وما في ولا اي نوع فول اوت على وجهي. ماني حاطه اي لوس باودر تحت عيوني تحت اذا وقع شي. I wanna try these eyeshadows لأنه بتسمع عنهم إنه ما في fallout and they blend بطريقة كتير حلوة and so far كل شيء كنت سمعته عنهم على يوتيوب it's really 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 مثل ما أنا هلا عم شوفه بعيوني أنا عم بعمل blending. Let's have some fun. So رح نقي أقرب لون على ضفيري اللي هو هيدا اللون. by the way اللي حطيته أنا على ضفيري هو من براند اسمه أسترا يلي flower beauty وهن نفس الأشخاص جايبينه على لبنان. so وقت كنت بإيطاليا I did buy a lot of Astra nail polishes and they are really good. إذا مش مجربينهم you need to try them and they are very affordable. شايفين؟ no way it's really I'm matchy matchy. أيوة
سو عن جد سوبر كريمي سوبر شمر انتنس. واجان هيدا الميل اللي مش حاطه اي شادو برايمر, هالميل اللي حاطه اي شادو برايمر اند اتس جوينج بطريقه عن جد كتير ناعمه واللون كتير حلو. هلا بدي احط من هيدا الكحل يلي هو ذا بلاك وان, ميلي فيه القلم الكحلي وميلي فيه السمادجر اللي انا عم بستعمله اسمه توتال بلاك اوت. سو اجين بدنا نشيله من الباكجينج اول شيء. سو هيدا شوي جامبو بالنسبه لماي لايكينج, بس رح كون عم بستعمله حتى ارسم فيه قد ما في قريب من خط الرموشه خط اسود. ان از يو كان سي ات از انتنس, سو فيكم تشوفوا السويت تبعه. رح كون بس عم بستعمله على طوارف عيني. رح اخذ السمادجر اللي بتجي من تاني ميل, بلش اعمل له بلندنج لميلة برا. اوكي سو عن جد اتس ريلي انتنس كلون, سو كريمي از فيرست امبريشن. والسمادجر بتعمله بلندنج بطريقه هينه. سو اذا انتو بيجنر It's a beginner-friendly pencil. حاجة أخذ نفس القلم وحطه على خط الدمع التحتاني تبعي, وكمان حطه على خط الدمع الفوقاني. هلأ رح كون عم برجع أخذ نفس الألوان اللي هني هيدا اللون وحطه على الخط التحتاني تبع عيني. Again هيدا البرش كتير هينة بالبلندينج والالوان is really intense. برجع شوي غمي ب this shade, والمطرح ما عم غمق هو تقريبا نص عيني ولميلة برا. الميلة الجوانية ما بحط ابدا من اللون البني الغامق. رح ارجع اخذ برش صغيرة ونفس اللون اللي استعملته على كل اللت تبعي رح كون عم باخده بهيدا البرش وحطه بخط التحتاني تبع عيني واوصله تقريبا لمطرح ما حطيت لون البني الغامق. هلا قبل ما احط الماسكارا في برودكت كمان وصل بالجيف اواي يلي هو اي جليتر شادو. مش عارفه كيف بدي فوته بهيدا الميك اب بس اي ريلي وانا يوز ات, سو رح كون عم باخذ منه كميه كثير قليله. على فكره الدوفو تبعه بشكله هيك. اوكي جرب حطه تقريبا بين اللون الشمر واللون البني تقريبا هون. It's really intense as a glitter. اوكي عم حطه تقريبا على نص عيني. رح اخذ اصبعي وطبط بو حتى اخلي الجلتر يبين اكثر واسحبه لميله برا شوي. اي دونت نو, اوكي لازم استعمله يمكن بدل الشمر اللي استعملته all over my lid, بس I really wanted to match my nails so that's why I did it this way. سو وقت نطرت على هيدا الجلتر شادو تحت ينشف شوي رجعت بطبطب باصبعي. كثير حبيت الافكت اللي اخر شيء عطاه, كثير حبيت الترانزيشن اللي صار بين الروز جولد شيمر اللي اوريدي حطيته الجلتر والبني. وكل اللي عملته انا لانه وقت عملته البلاندنج باصبعي صار في شويه جلتر فول اوت بس على الايلاينر مش على بقيه وجهي, انه اخذت نفس الكحل اللي انا استعملته ورجعت شوي عبيته ورجعت عملت له سمادجينج حتى يطلع انه دقيق الايلاينر اللي انا رسمته. بما انه خلصت كل شيء بعيوني بعد في عندي بس الماسكارا رح كون عم باخذ من فلاور بيوتي اسمها لاش وورير ماسكارا. الشيد تبعها هو فيرس بلاك, سو اي ثينك هيدا اغمق بلاك عندهم. اجين وذ باكجينج مغلفين بطريقه سوبر قويه. على فكره انا اوريدي كبست رموشي, اي اولويز دو ذات لانه انا رموشي بقشطه. سو هيدي هي الماسكارا هيك بتجي الريشه تبعها شوي كيرفد كبست بس هاي الميلة. اكيد رح كون عم كبس تاني ميلة قبل ما احط منها دغري. رح بلش بالماسكارا, حط اول كوت وبس ينشف اول كوت رح كون عم حط the second one بتاني ميلة اللي هي الكيرف this one. So far as اول كوت you can see انه باينوا واضحين الرموش تبعي, وكالون بلاك it's the blackest black. كأول كوت من الماسكارا قبل ما احط تاني كوت بدي افرجيكم انه عن جد اتس بلاك وابدا ما لزقت الرموش ببعضهم. سو ذي ار سيبريت اند يو كان سي ذم. هلا رح كون عم بنقل على هاي الميلة الكيرف يلي هي هيك. اوكي ذس سايد يلي بتجي شوي نازله وارجع القط فيها رموش من الميلة تحت, بغمض عيني نص غميضه وانا عم طلع الماسكارا لفوق بهزها شوي يمين وشمال يمين وشمال حتى هيك to coat my lashes للماكسيموم بالماسكارا وارفعهم كمان شوي اكثر. And as you can see like الفرق بين one coat and two coats كتير كتير حلوة كأول impression.
بيضل عندي شفافي. طلع لي بالجيفاوي اي بولت ليبستيك اند اي ليب جلوس يلي اسمه جالاكسي جليز هولوغرافيك ليب جلوس. الليبستيك اللي انا عندي اسمه روج بيري كريم رقمه 060. اوكي بيجي لونه هيك شوي رح يطلع انتنس مع الميك اب تبعي, بس اي دونت مايند ذات. على فكره كمان شي جيب اي ليب لاينر من فلاور بيوتي هلا اتذكرت, بس اجين رح اكون عم استعمل ليبستيك بلا شي. رح اجرب اسكت حتى يطلع ليبستيك مزبوط مش اطلع برا اللاينز. It's really creamy وصحيح شوي قوي على الميك اب بس it's looking good. اوكي ورسم فيه يعني قدرت ارسم طوارف هيدي الشفة بلا ما اطلع برا اللاين, سو الشيب تبعه كتير حلو. اوكي اكيد مع الليب لاينر كان طلع احسن بس باي اتس اون. ابدا ما نعطيها, رح انتقل للليب جلوس يلي الشيد تبعه هو 20 ان ميلكي واي. رح كون بس عم حطه على السنتر اوف ماي ليبس. ريلي انتنس از ليب توبر, بظن هيدا ليب توبر اكثر من الليب جلوس. رح ارجع اخذ اصبعي شوي تضبط حتى وسعه, هيك بيعطي افكت انه نحن شفافنا شوي اكبر من هندي بالحقيقه. وهيك بيكون خلص ماي ميك اب ماي هول ميك اب. بشوف لكم هلا قديش الساعه على تليفوني على قد. سو هلا الساعه على تليفوني هي 5:04 اوريدي خلصت كل شيء ميك اب. رح كون عم بعمل لكم اخر تشيك ان الاراضي الليلي على 12 ساعه مارك, يعني على الساعه 5 وجه الضو. لانه للي ما بيعرف انا بشتغل بالليل ويوجوالي بسلي على البيت صوب الساعه 5 وجه الضو, سو اتس غانا بي بيرفكت حتى اشوف هاو ذيس ميك اب ويل وير. اجين ما رح كون عم بعمل ولا اي نوع تاتش اب لوجهي, جست رح كون حاطه هيدا الميك اب رح روح فيه على الشغل وارجع اند سي هاو ات ويرز. واكيد خلال النهار رح كون عم بعطيكم تشيك انز از فيرست امبريشن. بالنسبه للالومينيتنج برايمر يس حسيت انه illuminate the face. أجل حطيته على بس هيدا الميلة, ما حطيته على كل وجهي. As foundation كتير حبيت الفنش تبعه, ما حطيت أي porcelain primer اللي إجا بهيدا الستيك لأنه ما انتبهت إنه موجود, وما حسيت أبدا إنه كبر لي البورس تبعي مع إنه I have pores especially on my cheeks. بالنسبة للconcealer so far as first impression ما حسيته أبدا سبت بالfine lines تبعي. بالنسبة للpowder it's really finely milled سبتت لي تحت عيوني و still looking good وثبت فيها كل وجه, فيها شوية فلاش باك بس مش هالمشكلة. بالنسبة لل هيدا ستيك يلي هو فاونديشن بس I have it in dark shade حتى يكون as contour اندمج بطريقة كتير هينة, so I'm tempted to buy it as foundation. شوف how it works. Again هيدا الميلة هي البورفين برايمر, ما انتبهت انه هيدا البورفين برايمر, كنت فاكرة انه هيدا سبونج تو بلندت بس قريت عليه انتبهت and it was too late. بس as first impression blended عن جد بطريقة كتير هينة. بالنسبة لهيدا الباليت اللي هي بلاش برونزر اند هايلايتر ثلاثتهم كتير لقيتهم حلوين علي. Again اللي انا عندي اياها هي medium to deep. Again انا I'm more on the medium والوان علي حلوة. بالنسبة لهيدا البلاش I absolutely love it, عطاني هيك healthy glow. بالنسبة للساتينج سبراي هن كاتبين عن ليا مات فينش, صراحة ما في لكم إذا مات فينش أو لا, بس إنه ميلة اللي حاطة فيها الإلمينيتنج برايمر حسيته شوي خف وقت حطيتها لهيدي السبراي. ويل سي ثروت ذا داي إذا رح بيضاينوا أو لا. بالنسبة لل الاي شادو باليت از فيرست امبريشن مع اي شادو برايمر بلا اي شادو برايمر ذي ار ريلي جود. بالنسبة لقلم الحواجب اللون شوي غامق علي بس إنه كتير هين بالرسم. بالنسبة للقلم الكحل if I can find it بالنسبة لقلم الكحلة يلي هو الكحل لونه أسود كتير هين بالرسم والسماجر تبعه is really good. بالنسبة للماسكارا two coats منها كتير حبيت, يمكن تلت كوت بيعطيني عن جد بعد fuller lashes بس today I'm gonna go only for two coats. بالنسبة للجلتر شادو it's not bad بالمرة, بس كان لازم يمكن انتبه استعمله بلا ما احط شيء تحته تشوف how it goes لحاله, بس so far over the eyeshadows طلع كتير حلو. بالنسبة للليبستيك والجلاس, ليبستيك كتير هين انكم ترسموا فيه شفاف كون حتى طوارف بلا ما تستعملوا البلاينر, والجلاس it's really shimmery acts as a lip topper. So far I'm really loving it. اكيد رح كون عم اعمل لكم تشيك ان لوجهي هاو ات ويرز بعد شوي, بس هلا رح كون عم فرجيكم ماي ميك اب هاو ات لوكس اكشلي بالضوء الطبيعي. وهيدا الميك اب تبعي كيف بيطلع بالضوء الطبيعي. As you can see my face is glowing, I'm absolutely loving it. رح اعمل لكم زوم لتحت تشوفوا everything how it wears. I have the glowy skin
the healthy skin, which is amazing. The blush عن جد كتير حبته. اللون الحمرة كتير حلو. الاي شادو بلندد بطريقة كتير هينة مع اي شادو برايمر ولا اي شادو برايمر. الماسكارا looking really good. البراوز again شوي غامقين علي بس يمكن لو الشيد matching me perfectly كان رح يطلع كتير احلى. بس that's not bad. الهايلايتر you can see how my face is glowing. And that's all I'm gonna be saying لحديد هلا عن هدول البرودكتس. أول check in ساعة هلا على تليفوني هي 8:30 و5. اوكي سو عم بعملكم أول check in بعد 3:30 بس من وقت ما خلصت الميك اب لأنه للأسف بعد شي ربع ساعة لازم أمشي على الشغل. سو حتى اتليست كون عملتكم 2 check ins هلا واحد على الساعة 5 بس يصيروا الميك اب على وجه 12 ساعة. اللي في لكم اياه انه ما عملت ولا اي نوع تاتشاب على وجهي، ما زدت باودر، ما زدت سيتنج سبراي، ما زدت حمرة، ما عملت ولا اي شيء. اللي شفتوه قدامكم على الكاميرا هو زيته يلي انا حطيته على وجهي، ما زدت عليه شيء. مثل ما انكم شايفين اول شيء لاحظتوا انه الحمرة كومبليتلي راحت، في شوية ويرينج اوف للفاونديشن حوالي منخاري. انا مقربة سو كل وقت عم ماخذ للاسف. اكيد انا عم ماخذ عم شيل معي شوي من البرودكتس وعم شيل شوي من الحمره وبلس اكلت وهيدي حمره ما لنا ليكويد ليبستيك تحت الضاين فراح جزء كبير منها بس تركي هنت كثير حلو على الشفافه. As for my foundation as my base شايفين انه وجهي is glowing healthy glow ما انه مزيت سو ما في تزييت على وجهي ابدا بس في glow. اكيد مايلت لحطيت الالمينيتنج برايمر مضوي اكثر من تاني ميل بس overall الافكت تبعهم كثير حلو. البورز بعد ما بينوا اكبر احوش بس still holding on. على فكرة الكونسيلر not any single creasing تحت عيوني which is awesome. كونسيلر كالباودر اللي استعملتون ميلت اللي حطيت فيها البرايمر على خطوط ضحكتي مش فات مش عامل creasing الفاونديشن مثل تاني ميل. تاني ميل عامل انجأ شوي بس هيدي الميل مش عامل بالمرة really good. حواج مثل ما قلت لكم still holding on. ما حطيت any kind of eyebrow mascara تحت تثبتون مثل ما انهم بس استعملت الايبرو بنسل يلي وصل لي. الاي شادو بعدهم انتنس على الميلتين ميلت اللي فيها برايمر والميل اللي ما فيها برايمر. شايفه شوية glitter fallout على وجهي بس كم وحده يعني 2-3 على كل ميل منه هالشيء العويز. البرونزر بعده موجود، البلاش بعده موجود بقوه، الهايلايتر بعده موجود بقوه. So overall كأول check in I'm really impressed بكل شيء استعملته. على فكرة رموشي ما قشرته. usually أنا في كتير مساكر من بعد ما كبس رموشي وحط الماسكارا بيرجع بيقشطوا رموشي بعدهم واقفين. so that's really awesome. شوي خف الألم الأسود بقلب عيني بس فيكم تقدروا بعدكم تشوفوه. so اللي رح أعمله هلا أنا بس لأنه رايحة على الشغل رح زيد حمرة او الليب جلوس بس ما رح اخذهم معي. سو ما رح اقدر اعملهم تاتش اب throughout the night بس لان انا رايحه على الشغل بدي اكون looking decent اول ما اوصل على الشغل. رح اكون هلا عم احط بس حمره وجلوس and that will be it. والله راد انا بشوفكم على الساعه 5 بوجه الضوء وقتها بدي اعطيكم my final check in. هيدا الميك اب كيف ضاين على وجهي بعد 12 ساعه من ما حطيته. الساعه هلا 5 ودقيقه وجه الضوء. هيدا تاني واخر check in لليوم. جات على البيت من شوي اجان ما عملت ولا اي نوع تاتش اب على الميك اب تبعي بس حطيت من الحمره قبل ما امشي على الشغل سو بالساعه 9 الا وما اخذتها معي للحمره يعني ما كانت معي الحمره حتى اجي احط منها مره ثانيه وقتها راحت. بدي كل حين المرايه انا عم بحكيكم ابديت عن الميك اب تبعي كيف ضاين بعد 12 ساعه ما حطيت الميك اب. اكيد الحمره راحت لانه we talk we eat we drink so اكيد راحت بس انه كحمره it was very comfortable على الشفاف. لون كتير حلو واللون fades بطريقه كتير حلوه يعني ما بتشوفوا انه فجاه صار عندكم فراغ لا بتشوفوا اللون عم يخف شوي شوي سو هذا الشيء كتير حبيته. الجلوس كمان كان سوبر مريح ما كان ابدا ستيكي. هلا بالنسبه للفيس ميك اب رح بلش لكم اول شيء انه ميلت اللي كنت حاطه فيها انا الاميليتنج برايمر البورس اخف ظهور من الميل اللي ماني حاطه فيها شيء اجان مع انه الميل اللي ما حطيت فيها بورفلين برايمر ما كانوا البورز مبينين واضحين انا عم استعمل فاونديشن تبع فلاور بيوتي. هيدا الفاونديشن هو ميديوم كفرج بس الكفرج تبعه ببينكم كانه يور هيلثي جلوينج كانه اتس سوتبل فور افري داي. مثل ما يكون شايفين التيزون تبعي شوي مزيته لانه اجان انا عندي اويل تو كومبينيشن سكين سو هذا شيء كثير طبيعي واجان ماني حاطه اي ماتيفاينج برايمر على التيزون تبعي بس انه التزييت منه شيء كثير زايد عن غير ايام يعني لو كنت حاطه اي ماتيفاينج برايمر كان اكيد رح يكون تزيد اخف بس انه اتس نوت اوفر. الكونسيلر كثير حبيت الافكت تبعه لانه بعده مضاين بعده مضوي تحت عيوني وبلس ات didn't crease يعني ماني شايفته فايت بالخطوط الرفيعه اللي انا عندي اياهم. الباودر
good or not good يعني بالنسبة لي as first impression. يعني مثلا مطرح التيزون تبعي ما ساعدت انه التيزون تبعي ما تزيد, بس للأندر آيز حبيتها. again عندي wear off للميك اب كله حويلة من خاري لانه انا مدربة وعم باخذ كل الوقت, وعرفتكم بهذا الموضوع. بس anyway حويج بي still holding on, مع انه ما حطيت ابدا ايبرو ماسكارا, سو بس علمت فيهم حويج بي. هلا هذا القلم I can use it من هلا وبالرايح ل تاني بارت من حويج بي. اول بارت لازم استعمل لون افتح حتى يزبط مع لون شعري. الكونتور بعده شوي مبين, سو ستيك اللي هو فاونديشن, بس انا عندي شيد غامق مناسب انه انا استعمله اس كونتور. بعده مبين, بعدني شايف الافكت تبعه سبيشال على التواري فور تبع شعرتي مطرح انه ما دقت فيهم مش مثل هوني. بالنسبه للبلاش برونزر وهايلايتر, برونزر شوي بعده مبين, البلاش انجا, الهايلايتر فيكم تشوف انه بعد فيه وات لوك, so I can still see the highlighter. وهيدي أول مرة بستعمل هايلايتر هالقد بضله مبين انتنس بعد أكثر من 12 ساعة. بالنسبة للآي شادو you can see هيدي الميلي اللي ماني حاطة فيها برايمر, هيدي الميلي اللي حاطة برايمر. الآي شادو still on point بالميلتين. القلم الأسود أنجأ شوي مفضل منه بقلب عيوني, اوكي بس it's still there. والحلو فيه إنه ما جمع بقلب ال مجمع عيني, لأنه أنا usually عطول بجمع القلم الأسود هوني, so that's good. بينما وقت استعملته أنا as eyeliner فوق still كأنه حطته من شوي بعده intense. الأيشادوز عن جد on point. الجليتر أيشادو في جليتر فولاوت على وجهي, بس إنه بعده مبين وأنا حاطة جليتر. الماسكارا I'm really impressed لأنه بعده شايلين حواجبي, بعده شايلين الموشي كأنه حطيتها freshly, مش إنه كأنه إلي أكتر من 12 ساعة حطتها. و setting spray ما في احكم عليها لانه it's the first day using it, بس انه so far عن جد as first impression I'm really excited حتى ارجع اجرب products again and again. شغلة بس بعد بدي زيدها بالنسبة للبلاش, انا استعملت 2 blushes, واحد اجا بالباليت واحد اجا single, اللي انا صراحة شايفته هو الافكت تبع single one. هلا again كان لازم استعمل يلي اجا بالباليت بعدين استعمل the single one حتى يبينوا اكتر, بس انه انا عملتها vice versa. بس anyway I'm still seeing it which is not bad, بس انه بطل intense قد اول شيء. again عم نحكي نحنا بعد 12 ساعة ما حطيت الميك اب, and so far يعني with no touch ups هيدا هو my make up. I'm really impressed as first impression. ان شاء الله يكون عجبكم هيدا الفيديو, ما تنسوا تعملوا لايك اذا هالفكرة حبيتوها, بالمستقبل حابين تشوفوا اكتر منها. عملوا لي سبسكرايب للشانل تبعي, وتحت حط كلمة سبسكرايب لحبة تلاقوا جرس, دووا جرس دايما يوصلكم معلومات ايمتى انا عم طلع فيديو جديد. واذا في عندكم براند جديدة براند انا ماني مجربتها بتحبوا تشوفوا ماي فيرست امبريشن عنها, اكيد اتركوا لي اياها اس كومنت بخانة التعليقات تحت. او اذا عندكم فكرة جديدة لفيديو كمان بحب اعرف انتم شو حابين انا اسوي بالمستقبل. وستي توند, قريبا رح بيكون في فيديو ليتر اون عم فرجيكم ميني ريفيوز عن كل البرودكتس اللي استعملتهم بهذا الفيديو اس فيرست امبريشن وبالفيديوهات السابقة, لانه انا صراحة بعطيكم ريفيوز اكثر من فيرست امبريشن. اكيد ما تنسوا كمان تعملوا فولو على انستغرام على تويتر سبيشال على انستغرام, لانه من وقت لتاني رح بتشوفوا على ستوريز عم بحكيكم عن كم برودكت استعملتهم هلا, وتعرفوا رايي فيهم اكثر قبل ما يطلع فيديو الريفيو. وانا دائما بجاوب على كل العالم على الدي امس, اذا عندكم حيلا سؤال فيكم تسالوا تكونوا اكيدين انا رح جاوبكم. كل المعلومات عني رح بتلاقوها بخانه المعلومات تحت, بالاضافه لكل البرودكتس اللي استعملتهم بالتسلسل يلي وردوا فيها بالفيديو, وكمان رح بتلاقوا كم فكره فيديو انا عملتهم قبل, سو تشيك ات اوت. ما تنسوا هذا الشيء, وان الله رضى انا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.